بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. طلاب الفرقة الثالثة، نبدأ اليوم محاضرة جديدة من محاضرات مادة محاسبة الضرائب. بدأنا المحاضرة اللي فاتت في إيرادات النشاط التجاري والصناعي كأحد مصادر الدخل، وقلنا هناخد فيها إن شاء الله 5 نقاط. هناخد فيها شروط سريان الضريبة والإيرادات الخاضعة للضريبة، والنقطتين دول كانوا موضوع محاضراتنا الماضية، وإن شاء الله نبدأ النهاردة في النقطة الثالثة، تحديد صافي الربح الذي يدخل في وعاء الضريبة والأحكام الخاصة بتحديد صافي الربح الضريبي، وإن أسعفنا الوقت سوف نأخذ الإعفاءات من الضريبة. أولا، عشان أحدد صافي الربح الذي يدخل في وعاء الضريبة هيتم تحديده من المنظور الضريبي من خلال المعادلة التالية: الوعاء أو المبلغ الذي يمثل الوعاء الذي سوف تحسب عليه الضريبة عن النشاط التجاري والصناعي سوف نحصل عليه من خلال المعادلة التالية، اللي هي ايه؟ بنقول إجمالي الإيرادات الخاضعة للضريبة ناقص إجمالي التكاليف الواجبة الخصم ضريبية. يعني إجمالي الإيرادات اللي بتخضع للضريبة ناقص إجمالي التكاليف اللي بيتم خصمها ضريبيا. إيرادات وتكاليف، الفرق ما بينهم يديني الوعاء الضريبي أو المبلغ الذي سوف نحاسب عليه ضريبيا، اللي هو بنسميه الوعاء الضريبي. طيب، في الحالة دي بقى أما بنعمل أي معادلة ممكن يطلع عندنا الناتج حاجة من اتنين: يا إما الرقم بإشارة موجبة، ومعنى كده إن الإيرادات أكبر من التكاليف، إذن ستكون نتيجة النشاط ربح. ستكون نتيجة النشاط إيه؟ ربح. إذن يخضع للضريبة. يخضع لإيه؟ للضريبة. أما إذا كانت نتيجة المعادلة بإشارة سالبة، أي أن الإيرادات أقل من التكاليف، يعني التكاليف أكبر، طب النتيجة هتكون إيه؟ هتكون خسارة. طيب، والخسارة دي نعمل فيها إيه بقى؟ بيتم ترحيلها. يتم إيه؟ ترحيلها. بترحل إزاي الخسائر؟ الخسائر برحلها لمدة 5 سنين قادمة بحد أقصى، يعني أقصى حاجة ممكن أرحل الخسارة فيها كام سنة؟ 5 سنين. طيب، ما احنا هناخد موضوع اسمه ترحيل الخسائر، يعني مش هنتكلم عنها دلوقتي كتير، بس الفكرة ببساطة ان انا هاخد الخسارة بتاعت السنة دي واعتبرها السنة الجاية من ضمن التكاليف اللي انا هخصمها من الايرادات بتاعتي او اخصمها من الوعاء. تمام كده؟ طيب، يبقى انا دلوقتي هتكلم عن تحديد صافي الربح او الخسارة، ولو النتيجة طلعت معايا ربح تمام، طلعت معايا خسارة اشوف ازاي ارحل الخسارة بتاعة النشاط التجاري وايه والصناعي. تمام كده؟ طيب، تعال نشوف بقى الخطوة الاولانية، ان انا احدد الربح او الخسارة. نجد ان عشان احدد الخسارة لازم اعرف 3 نقطتين مهمين قوي: إن الضريبة تسري على صافي الربح وليس على إجمالي الربح. الضريبة تسري على صافي إيه؟ الربح، وليس على إجمالي الربح. طيب، إن المشرع لما جه يحدد صافي الربح الضريبي اتبع نفس الأسلوب المتبع عند تحديد صافي الربح المحاسبي. يعني إيه؟ لأ، قال لك ان اجمالي الايراد ناقص اجمالي التكاليف، اجمالي الايراد ناقص اجمالي ايه؟ التكاليف، عشان يدينا ايه؟ صافي الربح.
المشرع هنا قال لك احنا بنستخدم اساس الاستحقاق، لازم نستخدم اساس ايه؟ الاستحقاق. انا عندي اساسين في المحاسبة اساسيين، حاجة اسمها اساس الاستحقاق وحاجة اسمها الاساس النقدي. الاساس النقدي اولا يعني اي عملية يترتب عليها دفع او تحصيل نقد هي اللي بسجلها، ده يعني بنقول الاساس ايه؟ النقدي. اي حاجة بتحركت هي النقد، الفلوس، اي عملية بنتج عنها تأثير في الفلوس بسجلها، سواء العملية دي بقى تخص الفترة اللي انا فيها او تخص فترات اخرى. امال ايه اساس الاستحقاق؟ لا، ده اساس الاستحقاق بيقول لك لا يتم تسجيل سوى العمليات المتعلقة بالفترة المحاسبية فقط. يعني لو في مصروف انا بدفع الايجار، دفعت ايجار السنة دي والسنة الجاية، لما اجي اخد المصروف ده او التكاليف دي واخصم، لا اخصم تكاليف السنة دي بس. طب وبتاع السنة الجاية؟ يستنى ان شاء الله يتخصم السنة الجاية. تمام كده؟ يبقى اساس النقدي قلنا النقد هو اللي بيحرك. اما اساس الاستحقاق فهنا انا بتعامل مع العمليات التي ترتبط بالفترة المحاسبية اللي انا فيها بس، بالسنة بتاعتي بس. تمام كده؟ طيب في عندي قايمة بقدر عن طريقها اوصل لصافي الربح الضريبي. طيب ازاي؟ بجيب صافي الربح المحاسبي قبل خصم الضريبة، بجيبه منين؟ من قائمة الدخل أو من حساب الأرباح والخسائر. أضيف إليه إيرادات كان مفروض تضاف وأنا نسيت أضيفها، أو تكاليف ومصروفات غير مسموح بخصمها. يعني أول حاجة بضيف إيه؟ بضيف إيرادات خاضعة للضريبة ونسيت أحطها عندي في الدفاتر، أو تكاليف أنا ما خصمتهاش وكان لازم أخصم. تمام كده؟ طيب يخصم منه إيرادات غير خاضعة للضريبة وأدرجت بالدفاتر. طب والتانية تكاليف ومصروفات مسموح بخصمها ضريبيا ولم تدرك بالدفاتر. يبقى أنا بعمل حاجتين، بضيف وبخصم. بضيف إيه؟ بضيف لو في إرادة نسيت أحطه، أو مصروف أنا خصمته غير مسموح بخصمه، ده اللي يضاف. أما ما يقسم فهي الإيرادات غير الخاضعة للضريبة وأدرجت بالدفاتر، أو تكاليف ومصروفات مسموح بخصمها ضريبيا ولم تدرك بالدفاتر. طيب بعد ما اجيب صافي الربح المحاسبي من قائمة الدخل او حساب الارباح والخسائر، اضيف له اللي انا قلته واخصم منه اللي انا قلته، اوصل لصافي الربح الضريبي. يبقى انا هنا ببدأ بصافي الربح المحاسبي، بوصل في النهاية لصافي الربح الضريبي اللي انا بسميه وعاء الضريبة. وعاء ايه؟ الضريبة. طيب بناء على ما سبق ان انا لازم اعرف حاجتين عشان اوصل للربح او الخسارة، لازم اعرف الايرادات الخاضعة للضريبة والتكاليف واجبة الخصم. طيب عاوزين نتكلم الاول عن الايرادات الخاضعة للضريبة. ايه هي الايرادات الخاضعة للضريبة؟ أول حاجة إيرادات النشاط الجاري. يعني إيه؟ الإيراد التابعي النشاط بتاعي، أنا راجل فاتح محل ببيع سلعة معينة، الإيراد بتاع النشاط العادي بتاعي عبارة عن إيه؟ عن نتيجة الإيراد الناتج من بيع السلعة. أنا محل معرض أساس، الإيراد بتاعي الناتج عن بيع الأساس. معرض سيارات، الإيراد الناتج عن بيع السيارات. حل ملابس، الإيراد الناتج عن بيع الملابس. ده الشكل الأول. الشكل الثاني الأرباح الرأسمالية،
وهي المتعلقة ببيع الأصول، ومتعلقة بإيه؟ بالأصول. ثالث نوع الإيرادات الفرعية أو العرضية، يعني الحاجة اللي ما كانش معمول حسابها، ده إيراد عرضي فرعي جاي من السكة زي ما احنا بنقول. طيب تعالوا نشوف أول شكل إيراد النشاط التجاري، وإحنا قلناه تمام كده. طب تعالوا ناخد كده شوية أمثلة، عاوزين نشوف عن طريقها إزاي أوصل من الربح المحاسبي إلى الربح الضريبي. مثال بسيط قدامنا اهو، في إحدى المنشآت التجارية بقول إيه؟ بلغ صافي الربح المحاسبي لإحدى المنشآت الفردية التجارية مبلغ 24,000 جنيه، وذلك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011. فإذا علمت ما يلي: واحد، هناك فاتورة مشتريات قيمتها 1000 جنيه قيدت بالدفاتر مرتين. اثنين، هناك فاتورة مبيعات بمبلغ 5000 جنيه لم تسجل بالدفاتر. تقوم المنشأة عادة بتحديد تكلفة المخزون البضاعة آخر المدة وفقا لطريقة الوارد أولا صادر أولا، إلا أنها عدلتها هذا العام إلى طريقة المتوسط المرجح، حيث تبلغ تكلفتها حسب الطريقة الأولى 20,000 جنيه وحسب الطريقة الثانية 25,000 جنيه. المطلوب تحديد صافي الربح الضريبي. نبص بقى كده للمثال مع بعض قبل ما نقلب على الشريحة بتاعت الحل. الربح المحاسبي كام؟ 24,000. اتفقنا اللي فيه حاجات هتتضاف وحاجات هتتخصم. تعالوا نقرأ كده بند بند مع بعض ونشوف. هناك فاتورة مشتريات قيمتها 1000 جنيه قيدت بالدفاتر مرتين. طيب أسأل نفسي بقى الأول سؤال: المشتريات دي مصروفات أم إيرادات؟ هقول لك مصروفات. طيب المصروف لما يزيد يعمل ايه في الربح؟ يقلله. طب ولما يقل يعمل ايه في الربح؟ يزوده. طب هو هنا ايه اللي حصل؟ بقول لك هناك فاتورة مشتريات قيمتها 1000 جنيه قيدت بالدفاتر مرتين، يعني انا سجلت مصروف كم مرة؟ مرتين. عملت ايه في الربح؟ قللته. طب اما اجي اصلح اعمل ايه؟ اضيفها للربح. لما اجي اصلح اضيفها لايه؟ للربح. يبقى تاني اسال نفسي: المشتريات دي مصروف ولا ايراد؟ لا ده مصروف. طب المصروف هنا عمل ايه؟ المصروف هنا سجل مرتين. طب ما هي المصروف لو سجل مرتين يعني اتخصم من الايراد مرتين، يعني ادى الى تقليل الربح. طب اما اجي اعالج اعمل ايه؟ لا ده انا اضيف واحده فيهم على الربح، يعني ازود الربح بكام؟ ازود الربح ب 1000. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى في التانية. هناك فاتورة مبيعات بمبلغ، هناك فاتورة مبيعات بإيه؟ بمبلغ 5000 جنيه لم تسجل في الدفاتر. أسأل نفسي نفس السؤال اللي سألته في النقطة الأولى: هي المبيعات إيراد ولا مصروف؟ هقول لك لا، ده المبيعات ده إيراد، يعني الإيراد لو زاد الربح زاد، الإيراد لو قل الربح حصل له ايه؟ قل. طب هو هنا ايه اللي حصل؟ ده انا في عندي ايراد ب 5000 جنيه ما سجلتوش في الدفاتر، يعني قللت الربح. قللت ايه؟ الربح. طب اما اجي اعالج اعمل ايه؟ اضيفها، يعني ازود الربح. يعني معنى كده ان النقطه الف واحد هضيف للربح المحاسبي 1000، والنقطه 2 هضيف للربح المحاسبي 5، يبقى 1005 6000 على 24,000، اذا الاجمالي كام؟ 30,000. طب تعالوا بقى للنقطة التالتة. تقوم المنشأة عادة بتحديد تكلفة مخزون البضاعة اخر المدة. هقف هنا واسأل نفسي سؤال: تكلفة المخزون دي البضاعة بتاع اخر المدة وفقا لطريقة الوارد أولا صادر أولا. تكلفة مخزون البضاعة دي معناها إن الكمية الباقية من الإنتاج طلعت منصرف،
طلعت كايه؟ كمنصرف. اما يجي يقول لي ان انا عدلت الطريقه ضريبيا لا يجوز، لازم اثبت على الطريقه. لازم اثبت على ايه؟ على الطريقه اللي كنت متبعها السنه اللي فاتت. طيب اما اجي اقول لك انا بقى عندي بضاعه اخر السنه ب 25,000، ده طريقه التقييم الجديده. اما بطريقه التقييم، او خلينا في المثال بتاعنا، الطريقه الجديده جايباه مسجل البضاعه عندي ب 20,000، المخزون اللي فاضل عندي بكام؟ ب 20. اما بالطريقه بتاعت السنه اللي فاتت كان ده يسوى 25. طب على بساطه كده، لو انا افترضت ان كانت البضاعه كلها عندي ب 100,000، لو كانت البضاعه كلها بكام؟ ب 100,000. معنى في الطريقه الاولى اللي انا قلت المنصرف قيمته 80,000، يعني المصروفات قيمتها كام؟ 80. طيب امال حسب الطريقه الثانيه؟ لا، ده الطريقه الثانيه بتقول لك ايه؟ اعمل حسابك ده المصروفات كام؟ 75. كام؟ 75. هنا نشوف بقى المثال اهو، ال 24 هضيف قيمه فاتوره المشتريات التي قضت مرتين يبقى 1000. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا ادت الى تخفيض صافي الربح. قيمه فاتوره المبيعات هتتضاف تبقى 6000 جنيه، يبقى 24 و6 30. يخصم فرق تقييم مخزون اخر المده. ليه؟ بصوا بقى هقول لكم على معادله بسيطه كده عشان تريحوا دماغكم. عشان تريحوا ايه؟ دماغكم. هي القيمه الجديده كام؟ 25. والقيمه القديمه كام؟ 20. لو انا طرحتهم هيطلع الرقم بالموجب. هيطلع الرقم بايه؟ بالموجب. اذا يتم طرحه. يبقى قول 30 ناقص 5000 يبقى صافي الربح الضريبي كام؟ 25,000 جنيه. تمام كده؟ 25,000 جنيه. طب تعالوا ناخد مثال تاني. في احدى المنشآت الصناعية اللي فاتت كانت منشأة ايه؟ تجارية. بلغ صافي الربح المحاسبي لإحدى المنشآت الفردية الصناعية مبلغ 33,000 جنيه، وذلك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011. فإذا علمت 1 تتضمن مصروفات نقل المشتريات من المواد الخام مبلغ 500 جنيه مدفوعة مقدما. مدفوعة مقدما يعني ما جاليش حاجة. طب انا بسجل باساس الاستحقاق. عندي مصروف زيادة، المصروف الزيادة اتفقنا بيعمل ايه؟ بيقلل الربح. طب اما اجي اعالجه، لا يبقى يضاف. يضاف كام؟ 500. طب تعالوا بقى نشوف النقطة التانية. لم تتضمن المرتبات والاجور الصناعية مرتبات واجور شهر ديسمبر. في مصروف ما تسجلش، المصروف يعمل ايه في الارباح؟ يقللها. يبقى عندي 3500 هتتخصم. 3500 ايه؟ هتتخصم. طيب هنا بقى تقوم المنشأة عادة بتحديد تكلفة مخزون البضاعة اخر المدة من المواد الخام وفقا لطريقة الوارد اولا صادر اولا، الا انها قامت بتعديلها هذا العام الى طريقة الوارد اخيرا صادر اولا، حيث تبلغ تكلفة حسب الطريقة الاولى 20,000 جنيه وحسب الطريقة الثانية 18,000 جنيه. تعال نشوف بقى كده اهي، مصروفات نقل المشتريات المدفوعة مقدما كام؟ 500. النقطة الثانية، فرق تقييم المخزون بالطريقة الجديدة كام؟ 18. والطريقة القديمة كام؟ 20. اذا الفرق بين الاثنين سالب كام؟ سالب 2000. يعني معنى كده ان انا قلت هناك ما دام الفرق موجب كانت هتخصم، هنا ما دام الفرق سالب يبقى يضاف. هضيف 2000 يبقى 500 و2000، 2500 يبقى 35,500 ناقص الاجور. ليه؟ ده المرتب المتبع اساس الاستحقاق، يبقى ناقص 3500، يبقى صافي الربح الضريبي
32,000 جنيه. تمام كده. طيب تعالوا، ده بقى كان ايراد النشاط الجاري. طب الارباح الرأسمالية، قلنا الارباح الرأسمالية هي متعلقة بالاصول الثابتة. عندي 3 نقط اساسية عاوز اعرفهم. لو انا بعت الاصول الثابتة او حصلت على تعويضات نتيجة هلاك الاصول الثابتة او عملت اعادة تقييم للاصول الثابتة، الارباح الناتجة عن بيع اصل من الاصول الثابتة تخضع للضريبة. يعني عند اصل قيمته 100,000 جنيه في الدفاتر بعته ب 120، ال 20,000 تخضع للضريبة. ليه؟ لانها ربح. طيب لو انا كان عندي اصل وحد استولى عليه او حصل له اهلاك ورفعت قضية وخدت تعويض، واحد يقول لي التعويض هندفع عليه ضريبة؟ لا، ما هو بشروط. ايه الشرط؟ ان انا كان الاصل عندي في الدفاتر صافي القيمة بتاعته مثلا 100,000 جنيه، خط تعويض كام؟ 110,000 جنيه. يبقى صافي قيمة اصل عندي كانت 100,000، خط تعويض 110، ده انا ربنا كرمني ب 10,000 زيادة عن القيمة اللي كانت عندي. لا يا حبيبي استنى، ال 10,000 دي ربح يخضع للضريبة. طيب ده كان قيمته 100,000 جنيه، والله انا ما خدت تعويض غير 80. انت خسرت 20، اعتبرهم تكاليف خفض بيهم ايراداتك، تعد من ضمن التكاليف الواجبة ايه؟ الخصم. طب الصورة الثالثة بقى اللي هي ارباح اعادة تقييم اصول المنشأة. يعني ايه اعادة تقييم؟ يعني انا مسجلها عندي بمبلغ، جبت حد يقول لي هتسوى كام في اللحظة الحالية او في الوقت الحالي. ببساطة هتكلم عن 3 نقط. اول حاجة، اذا كان الهدف هو اظهار الاصل بقيمته الحقيقية في قائمة المركز المالي، اذا هذه ارباح غير محققة ولكنها ارباح محسوبة، اذا فهي لا تخضع للضريبة، وبالتالي ما بحطهاش من ضمن الايرادات الخاضعة لايه؟ للضريبة. اما اذا كان بقى الهدف من التقييم هو تغيير الشكل القانوني للشركة، يعني ايه؟ يعني الشركة منشأة فردية عاوز احولها لشركة اشخاص، لما اجي اعمل اعادة تقييم للاصول ونتج عن هذا التقييم ارباح، فهي ارباح محققة فعلا وبذلك تخضع للضريبة. ليه؟ لأن هنا بتتنقل الملكية من المنشأة الفردية إلى شركة الأشخاص، وهذا تصرف قانوني. تمام؟ إذا الربح الناتج من إعادة تقييم أصول المنشأة عند تحويلها من شكل قانوني إلى شكل آخر فإنه يخضع لإيه؟ للضريبة. أما إذا تم تقديم أصول المنشأة الفردية كحصة عينية في رأس مال شركة مساهمة، أعفى المشرع هذا التصرف من الضريبة بشرطين. يعني قال لك لو أنت عملت إعادة تقدير وهتدخل الأصول دي في رأس مال شركة مساهمة هعفيها لك بس بشرطين. الشرط الأول إن تكون الحصة اللي أنت هتقدمها دي مقابل أسهم اسمية. يعني إيه أسهم اسمية؟ يعني السهم اللي هتاخده اسم حضرتك مكتوب عليه، ملكك. يقول لك ماشي أسهم اسمية أهي. طب ما أنت ممكن تاخد الأسهم الاسمية وتعفي نفسك من الضريبة وتاني يوم تبيعها. قال لك لا، وما تتصرفش فيها لمدة 5 سنين، تفضل في حوزتك لمدة كام سنة؟ 5 سنين. تمام كده؟ يبقى حط شرطين عشان ينفذ له الإعفاء اللي اداهوله. قال له إن الأسهم تكون إيه؟ اسمية.
وان التصرف ما يتمش الا بعد 5 سنين. تمام كده؟ يبقى الارباح الناتجه عن اعاده تقييم الاصول لتقديمها كحصة عينية في رأس مال إحدى الشركات تخضع للضريبة ما عدا الشركات المساهمة عند تحقق الشرطين اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.